السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير، كنتمنى تكونوا ترونكيل. اليوم ريفيو جديد المورفين فوق في جيج. قبل ما نبداو الريفيو الدراري اسمع واحد اللعيبه مورفين تراك واعر ديال بصح. قبل ما نبداو الدراري الريفيو، راه الفيديو اللي فات راه تضرب بسترايك، اللي ضربوه هو حليوه خويا. كنعتذر على داك البلان فهمتيني، حيت البارح اصلا كان جات مناسبه ديال لانيفيرسير ديالي، وكنت متحمس شويه، وكنت مازال تابع عندي غادي خارج سهران فهمتيني، درت هذاك الفيديو بالزربه واللعيبات. المهم المسامحه الاخوان بالنسبه للدراري اللي قالوا لي علاش درتي التراك، كان عليك تمسحو، كان عليك هذا، غتمشي للكشان، وهذه ماشي بلان. هذه انا اخوتي والله الا كان كيحسب لي واش الديسك صافي صافي تسرب، ما كاين والو، ديك اللعبه ما غاديش تطلق من بعد او لا شي حاجه بحال هكا. كندخل الفيسبوك كنلقى كاع لي باج ديال الراب لايحينو، المهم بزاف منهم ديال لي باج لايحين التراك فهمتيني، وبنادم زاهي بيه واللعيبات. انا صافي جيت درت في يوتيوب لعيبه بان لي التراك، قلت ندير عليه ريفيو، ما حد زعما كاين ريشيرش عليه واللعيبات، راكم عارفين الدراري البلان ديال اليوتيوب. المهم هذا هو البلان. بالنسبه للدراري اللي قالوا لي ما ريفيو ما تلعبها ديك اللعبه، راه ما قلبتيش ما هذه، والدراري راه كتبت حدا اللعيبه ديال ريفيو رياكشن فهمتي، حيت انا كنت تراك يلاه سمعته بزاف الكلمات ما سمعتهم، وشي لعيبات ما رديتش معاهم البال، حيت نورمالمون هما كانوا ليريكس غادي تقرا وغادي تحاول فهمتي اناليزي، مي ما كنت انا غير كنسمع ديك الساعه فهمتي التراك قبل ما ندير ليه الريفيو، راه سمعته شي ثلاثه المرات او شي لعيبه. بالنسبه للدراري اللي متبعين لاشين من قبل، راه عارفين بان الريفيو طلع خاري فهمتيني، ولكن انا كان كوتي رياكشن كثر فهمتيني، حيت كان جديد. وبالنسبه لخويا اللي قال لي ما بقاش تقول فهمتيني، اشنو غادي نقول لك اخويا، هذه راهي النقطه او الفاصله وعلامه التعجب ديال المغاربه، حنا ديما تنهضروا تنقولوا فهمتيني، واش فهمتيني، هذا الشيء اللي كاين، حيت بالنسبه لي تنهضر عادي فهمتيني، واخد راحتي مع الدراري. المهم هذا الشيء اللي كاين، تنتسارى في سير كي خلى المورفين. بالنسبه للدراري الاخرين، المهم في التراك ديال الحليوه ديال كاكاشي والمورفين الاخوان، لاحظت بان كاينين. المهم ملي دخلت الفيسبوك وضربت طليله بحال هكا، لقيت بزاف فهمتي بنادم ما عجبوش التراك، شي تيقول لك التراك ناضي، شي تيقول لك ما تراك ما والو فهمتي، كل واحد والاراء تختلف، حيت هذه في الاخر كتبقى موسيقى فهمتيني. كاينين الناس ما عجبهمش حليوه، كاينين الناس فهمتيني تيقول لك غير مزيد مع على المورفين في التراك، كاينين الناس اللي تيقول لك حليوه مزيان زعما النيفو ديالو هو هذاك، وحليوه زعما كيتعرض لواحد فهمتيني، بان البوبليك ديما ولا كيجي ضده واللعيبات، واخا يلوح اي حاجه كتكون مزيانه فبنادم ما فهمتي ما كتبانش ليه مزيانه هذيك اللعيبه. وهاد اللعيبه علاش؟ لان حليوه الدراري كيف ما كتعرفوا ملي دخلتوا، المهم بالنسبه للناس اللي متبعين الراب من شحال هادي، من الموجه اللي حيت هو اللي خلق هذاك البلان ديال الموجه، نورمالمون بالنسبه ليا كانوا انايا في الراب المغربي. كنهضر على واحد الفيديوهات خرجوا في النت اللي هما فيديوهات اسطوريه بالنسبه ليا. اول خرجه اللي كنت شفتها هي ديال قام هادي فهمتي، في شي 2008 2009، في هذاك الفيديو القديم كان مريح في واحد الزباله فهمتي، وبارك الراب طان 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 طان، كان داك الفيديو فهمتي شوكون ديك الوقيته. تاني كان جاب البلان ديال اللي جا من موراه، كان يمكن الفيديو ديال 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 المورفين في 2010، ما عرفتش مع الكليكا ولا ما عرفتش معاش، كان عنده حتى واحد اللعيبه فهمتيني، كانوا كيجيبوا واحد السيل، وغبر هذاك البلان تجا حليوه في 2016 ولا ما عرفتش 2017، من مورا البلان ديال موسيقى الشيطان واللعيبات، فاش كان كلاشا الشحتمان ديك. انا ديك الساعه سمعت هذاك التراك ما فهمت والو، تيبان لي داكشي مهلبن داكشي فهمتيني. المهم لي فان ديال حليوه القدام عارفين شنو كاين فهمتي، حليوه كان غادي مزيان، كان غادي في واحد السيل، كان عنده واحد البوبليك فهمتيني، حتى التراك نقول لك من مورا ميمي، من مورا الفيتشرينغ ديالو مع بالتي كان تعطل بزاف الدراري باش يلوح الالبوم فهمتي، هادشي كامل راه تقال وكلشي كيعرفو في انترنت. هذاك البلان حتى انا كنت لاحظتو بانه فهمتي بحال هو طلع واحد الوقيته لبرا وعنده واحد الفان بيز اللي فهمتيني، شرات واحد الباكيج ديالو في الاول، ولكن هو جو بونس هذوك لي شو ارتستيك اللي دار من بعد، ولا ديك الطريق اللي ولا اللي بغى يمشي فيها فهمتي، ديال داك البلان ديال السواق والعاقه واللعيبات في التراكات اللي جاو من بعد، كان هذاك هي اللي دوك التراكات اللي جاو من بعد هما اللي خرجوا عليه فهمتيني. هذوك ما
بحال البوبليك ما بقاش انتريسي لهذوك اللعيبات، واخا هما ضاربين الدراري الفيوز ودوك اللعيبات، ولكن داك الشيء راه فيه الادز وفيه اللعيبات فهمتي. اما لي فري فان ديال هذوك اللعيبات ما عجبهمش هذاك البلان، سيرتو مع كان طرا ليه لافير ديال صوته. بالنسبه لي حتى التراك الا سمعتوه الدراري راه شنو شي حليوه، كون كان باقي عنده الصوت ديال نيك دي تي، وكان داير مثلا هاد الفيتشرينغ مع مورفين، وباقي عنده ديك الانيرجي وداك فهمتي، معه كان عنده واحد الصوت فهمتي، بحال فيه الترابل فهمتي، واحد الصوت كريسبي، وكان عنده واحد الغوته فهمتيني، كان مشهور فهمتي. بحال هذيك هي السينياتور ديال حليوه في التراكات الاولين، في تفو، في هاريبو، في نيك دي تي، كان كيغوت فهمتيني. هذاك البلان ما بقاش، يمكن جوبونس معه كان قال لهم كان مرض اللعيبات، من طرا ليه شي بلان ومرض فهمتي، عنده شي بلان ديال ليكواطخ جوبونس، ولا شي بلان بحال هكا. انا كنظن بان ليريكالمون في التراك كان مزيان، الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه الا كنتو لاحظتو واحد الوقيته راه بحال كان كيدير افور اكثر من جهده فهمتيني، باش هو كتحس بهذيك الانرجي، ولكن ما بقاتش هذاك ما خرجاتش في الصوت فهمتيني، كتحس بها في التعبير اكثر، ولكن في الصوت ما واضحاش. ما عرفتش واش البارامتر اللي كان حاط ليه الويند ولا ما عرفتش. المهم هادشي اللي كاين الاخوان. المهم راه بلا ما تراك، راه تراك راه ناضي فهمتي، تراك راه مزيان. وكنعتذر عاوتاني من حليوه على البلان اللي وقع. المهم اسمحوا لي انا راه ما كنتش عارف هاد البلان، خوكم راكم عارفين جديد في يوتيوب فيديوهات وصافي فهمتي، راه ما كان. المهم حيد من الشمس، نبداو الدراري البلان ديال فوق فيكي، كانت هذه غير توطيئات الدراري فهمتي، مقدمة. شاد تراك ديال لعيبه ناضي. وباي ذا واي الدراري جام شو، وراه ربح هذاك الدري. الا كنتو رجعتو للرياكشن ديالي اللي درت على فيرا، راه غتلقاو واحد الصاد في الكومونتير قال لي راه نزار هو اللي داها. قلت ليه شكون اللي قالها لك؟ قال لي راه جاتو شي مصادر واللعيبات. وتا التوقع ديالي الدراري اللي كنت قلت لكم في الاول ديال الفيديو، راه سيكس وين غادي تبقى الدراري حتى الفينال، راه بقات حتى الفينال فهمتيني. المهم حيت ماشي مسكريبتي حتى لديك الدرجه باش يعطيو للدريه فهمتي. سينو بنادم ما يهرب لي. اها مفي تشيك تشيك الروب لاسون ليميت، واخا عايش فوق اليمين ديما فوق في جيك. بالنسبه للدراري المقوله ديال فوق في جيك، راه عندها بزاف المعاني فهمتي. الا دخلتو قلبتو على الفيديو ديال فوق في كيك واللعيبات، في كيك راه مدينه تاريخيه في المغرب، راه ربما تترجع للقرن السادس هجري. مدينه في كيك الاخوان مشهوره بالتمور، مشهوره فهمتيني بواحد النوع ديال التمر عزيزه، مشهوره بزاف اللعيبات فهمتيني. ويمكن كانوا تيقولوا الناس فوق في كيك، ربما لان فوق في كيك كانوا بحال كتقول كانت واحد المنطقه بحال بغي نقولوا فيها الرخاء فهمتي، منطقه مزدهره قبل ما تجي فرنسا وطير من طرف تعطيه للجزائر وداكشي اللي كان وقع. المهم الا بغيتو ترجعوا للفيديو، راه كاينين الناس دايرين الفيديو على فوق في كيك، سيروا تفرجوا فيهم راه غادي تفهموا البلان. مي حنا اللي تنعرفوا عامه بان فوق في كيك ملي كتبغي تقول لشي واحد باخر طوب فهمتي، انا الامور مزيانه فهمتيني، الاموال تترعرع ولا عيبات. وي واخا درتي بحال كريستال ديال فول فينيت. هنا شنو قال المورفين؟ وشي هنا غادي نقول لكم شنو قال المورفين، ولكن سمحوا لي ما جبتش لي بارول من خويا، راه ماشي جينيوس، راه تيليفون. كنضحك معاك. ناري سمحوا لي الدراري، والله دابا بنادم فضل لقطات في يوتيوب راه نورمالمون كيسكيبي الفيديو، تيقول لك الحبس هذا. باش بدا المورفين في اللعيبه، قال لك الروبلاسون ليميت، يمكن هو توصف الحياه ديالو كيفاش يمكن تيعيش، لانه ديما فهمتي الروبله، زعما ملي تنقولوا الروبله ان شي واحد اللي تيكون منوضها فهمتي، يمكن شي واحد فيطاغ فهمتي، كيسهر بزاف، كي عزيز عليه نشاط، عزيز عليه خلقه، عزيز عليه بزاف الامور. واخا عايشين فوق اليمين، واخا عايشين فوق اليمين، لان تعرفوا الدراري باش بلا ما ندخلوا في ما كان فهمتي، باش ندخلوش معاكم داك البلانات، لان في الحياه راك بحال عايش فوق اليمين فهمتي، يا تصبح يا ما تصبحش. واخا عايشين فوق اليمين يعني بحال لافونير ماشي سير فهمتي، بزاف د اللعيبات نتوما راه غادي تفهموا الابعاد الاخرى. انا نسير فينيك بريك، تيقول لك ديما فوق في كيك ساوي واخا درتي بحال كريستال ديال الولفينيت، ديما فوق في كيك ساوي واخا درتي بحال كريستال ديال الولفينيت. والكريستال ديال الولفينيت راه كريستال كانوا اكتشفوه في النمسا الدراري في 1845، هو كريستال علاش غالي؟ حيت كيستعمل في يمكن في هذوك الجلسات ديال لي ريلاكساسيون والميديتاسيون فهمتيني. تيقولوا الناس اللي
عندهم علاقة بهذا الميدان ديال الروحانيات وكذا، بأن كريستال والفينيت تيخليك أنك تصالح مع داك لو كوتي بغينا نقولو دارك في الحياة ديالك، فهمتي؟ دوك لي زيموسيون اللي تيكونوا بارفوا تيقلقوك أو لا شي لعيبة، الحضور أو لا بريزونس ديال داك الكريستال ديال الولفينيت تيخليك أنك تشوفهم بواحد الطريقة اللي هي بوزيتيف، فهمتيني؟ تيقولوا بأنه مرتبط بالشاكرا ديال القلب، فهمتي البلان؟ و تيقولوا عاوتاني، المهم تيقولوا بزاف د اللعيبات. هذا بالنسبة للناس اللي عندهم مع داكشي ديال المكي الترابي، فهمتي؟ لي بيان في واللعيبات ديال الكريستال ديال الولفينيت وكاع دوك لي جيم ستونز، لوي دو تيغرو، فهمتيني؟ و لي زيمرود ودوك اللعيبات كاملين. سيروا قلبوا عليهم، راه تقدروا تفهموا بزاف د اللعيبات. بالنسبة للناس اللي روحانيين، حيت ماشي كاع الناس عندهم واحد، فهمتيني؟ واحد اللعيبات، كاينين الناس اللي عقلانيين شوية ما عندهمش مع الروحانيات، كتجيهم ملي كدوي لهم على الروحانيات راه فهمتي بحال انت تتروحن عليهم. فورفي جيت ديما عقلي ناشط كوز بي شو ديما يقول لك الراب بحر انا نسيرفي ليك، بنات تايب فورفي جيت، فهمتي؟ في الراب بحر، لانه فيه بزاف، هو واحد الفن تعبيري، راه بحر في الجانب الموسيقي. الا كنا بغينا ندويو على الثقافه ديال الهيب هوب، فهمتيني؟ اما في الراب كموسيقى مثلا، راه فيه حتى هو داخلين فيه بزاف راه ملي كتكون غادي يجي على البلان ديال الليكسيك، راه غادي يدوي عليه في السطوره اللي جايين، فهمتي؟ البلان الليكسيك مهم في الراب، انك تكون كتثقف بزاف، كتكون كتشوشي في بزاف ديال لي دومين، فهمتي؟ عندك واحد الحب ديال الاستطلاع، كيف الا بغينا نقوله، باش تقدر تكون رابور، فهمتي؟ راه تكون عندك ثقافة موسيقية أول حاجة، تكون كتبوقل شوية في الموسيقى، فهمتي؟ يعني ماشي غير كتجي وكتلاح للراب. كاينين دراري دابا مساكن تيخرجوا من القراية واللعيبات وتيمشيو تيتلاحوا للراب، وما عمرهم مثلا في الصغر ديالهم فكروا أنهم يمشيو يدخلوا الكونسيرفاتوار يقراوا الموسيقى، يفهموا شنو هي الموسيقى، عادي يشوفوا الكوتي ديال الكتابة والراب، فهمتي؟ انا راه اي واحد يقدر يرابي ويحط تكست بازيك ومن بعد فهمتي يبدا يموضي فيه ولا تعمق، ولكن المهم هو الموسيقى، فهمتي؟ تكون انت عندك اسبري ديال الفنان، فهمتي؟ بحال شو بحال البلان ديال كاترويت في الجروب، كيف فهمتي كيقصر جيتار، يمكن تيقصر لا باس، فهمتي؟ كاينين دي رابور اللي بحال هكا، فهمتي؟ تيكونوا انهم مثلا كتلقاه كيقصر لورج او لا شي حاجه. كاينين دي رابور اللي كيصايبوا الموسيقى ديالهم راسهم، واخا بحال بار اكزومبل الا دوينا على الفرده او لا، الا دوينا على سبوبو راه تيعرف كيفاش يحط موسيقى في لوجيسيال، راه عنده واحد الثقافه موسيقيه كوميم، هذاك الشيء راه ما ساهلش، فهمتي؟ المهم بالنسبه للدراري بدون تعصب، هذا الشيء اللي تنقول لكم، كاينين بزاف ديال عندك حاري كيحط موسيقى ديالو كي كومبوزي، فهمتي؟ كيدير بزاف د اللعيبات. المهم دي زيكزومبل ديال الروابط اللي في حالك. وانا على تليفون هاد الانفيني واخا انت شابورني تيجي تيقول لك الراب بحر انا نسيرفي ليك، بنات تايب فوق بعمل بنات تايب ديال كوستا يا وطن، ديما عقلي ناشط كوزبي شو. واد كوزبي شو هو داك السيت كوم ديال بيل كوزبي الدراري، وواقيلا على ما اعتقد راه واقيلا فايت دايس دوزان في ليامات ديال توب موديل، الا عندي شي تشاش، حيت انا بحال عاقل على شي سيت كوم كان كيدوز ديك الوقيته امريكاني. المهم ملي كانت دوزام مازال فهمتي كانت فيها بحال كان عندهم واحد ديكودور ديال دوزام، فهمتي؟ كان ديك الساعه بحال كتخلص عليه ابونمون العام، راه هادشي راه في 92 93 يمكن 94. كيقول لك عقلي ناشط زعما راه كيعطي بها ريفيرونس بان بيل كوزبي راه قديم، فهمتيني؟ يعني ديال راه يعني ماشي شي رابور اللي جديد ولا شي لعيبه، فهمتي؟ راه عاقل على الارشيف ديال التلفازه يمكن او لا شي بلان بحال هكا. وعقلي ناشط هي ان زعما تيشبه راسو بالبرنامج ديال كوزبي شو، حيت هو كان سلسله ولا سيت كوم، فهمتي؟ يعني داك البلان ديال كوميديا. انا تيقول ديما فوق فيكي واخا نتعشى بكورنيشون، يعني ديما كنحس براسي بخير واخا نتعشى بكورنيشون، فهمتي؟ بحال انا كيبينش بانه فيه داك لو كوتي ديال الانسان، ما خصوش يكون فيه داك لو كوتي ديال الطماع، فهمتي؟ انه تيتعلق بالحياه وخصو شي حاجه ضروري، يعني كورنيشون اللي فهمتيني يعني تقصيه وماشي مشكل. تيقول لك نكملوا هنا. انا دابا قدام ميكرو تنبوجي رابر مغربي نيو ايرا احمر طربوشي، شد الكاغيط الحرش نحفل الراب البوجي.
سمعت اش يقول؟ تيقول اي كي اي تورنوفيس، فهمتيني؟ تورنوفيس، انا دابا قدام الميكرو تنبوجي، يعني تيبوجي ملي كنكون كيغني، يمكن مقصر فهمتي مع البيت واللعيبات. وتورنوفيس يعني تيشبه راسو بتورنوفيس، لانه بحال تيحل دماغ بنادم، فهمتي؟ تيقول لك في واحد السطر تيقول لك كنحل دماغ الانسان نقدر نصدق بروجي، فهمتي؟ وما كتعنيش عاوتاني تورنوفيس، تقدر شي نقول شي واحد ملي كتكون لاعب معاه بيس كتقول ليه بارك من داك التورنوفيسات، فهمتي؟ لان خونا كتكون عنده لعبه وحده، يا اما تيجي تيشحم لك تيضرب لك باس، او لا تيجي تيسونطري من شي بلاصه تيبقى يعاودها، تنقول ليه بلان تورنوفيس. تيقول لك رابور مغربي نيو ايرا حمر طربوشي، رابور مغربي نيو ايرا، نيو ايرا هي كاسكيت نيو ايرا الدراري ديال نايك جوبونس او لا شي حاجه بحال هكا، حمر طربوشي تيعاود يقول لك راه مغربي، فهمتي؟ الطربوش الاحمر عندنا حنا في المغرب، فهمتي؟ راه هو داك البلان ديال التا مغربيات واللعيبات. شاد الكاغيط الحرش كنحك للراب البوجي. وبالنسبه للناس اللي مدوزين الماطر ديال السوينغ ليبيرو سون تروا موتو بيكان، فهمتي؟ راه عارفين هاد البلان، ملي كيسكت لك الموتور كتحيد البوجي، تيكون فهمتيني تيكون عندك داك البوجي كتشد كاغيط حرش بحال كتحكو باش دوز لا ماس، فهمتي؟ باش ملي ديماري تيعطي ديك ليتانسيل، فهمتي؟ البلان باش يديماري الموتور. وهاد العباره معروفه. وكيسطيوني انا دابا شي وحدين باقيين تيلوحو، باغي تيجي يقول لك انا باغي نشري سوينغ، انا باغي ما كرهتش شي سونتر 97، فهمتي؟ كنعشق تاش عاشق العذاب ولا مالك؟ علام والله الا علام هاد الناس. تيقول لك هنا في سيركي كان ريسكي، انفسر لك ديسكي. البلان ديال السيرك راه تيقول كندور في سيركي كيف ما بغيت، واقيلا في شي تراك اخر. هاد البلان ديال السيرك ديما تيشبدو انه تيشبه المورفين راسو في الراب بحال شي ياخذ الراحه ديالو، فهمتي؟ بحال الناس ديال السيرك، يعني المهارات واللعيبات والتشقليب في الليريكس وفي لي تكنيك وفي الليلة. يلا اسمع. كيم ريسكي غنفسر لك ديسكي، جاكي الطنياطي فوق متقاسم السنباطي، الماتيماتيك تنغني الطيوري وفي حياتي البراتيك. انا تيقول لك كنفسر، المهم جاكي الدمياطي فوق متقاسم السنباطي، جاكي الدمياطي بحال شي واحد تيقول، تيقول مثلا تيكون عنده شي قوه مثلا خارقه، بحال الناس اللي تيقول لك طلاميس تيديروا الطلاميس، المهم هذاك الفكر ديال الجنود، تيقول لك تيديروا الطلاميس يكونوا قارين واحد اللعيبه سميتها الدمياطي، فهمتي؟ بحال واحد الرموز او لا واحد العلم، فهمتي؟ تيقول لك جاكي الدمياطي، الدمياطي ملي تيقول لك شي واحد تيقراو عليه الدمياطي او لا شي لعيبه واحد الكلمات او لا واحد البلانات اللي انت ما تفهمهمش، يعني دغيا تيدير لك الطلاميس ملي تيقرا عليك الدمياطي تيطلمسك، فهمتي؟ هذا هو البلان. قال لك جاك كي الدمياطي فوق من تقاسيم السنباطي. تقاسيم الدراري بالناس اللي كيلعبوا القانون او اللي مدوزين كونسيرفاتوار، فاش كتكون كتلعب واحد التقاسيم ديال العود في واحد المقام مثلا، هنا تيقول لك تقاسيم السنباطي. شكون هو السنباطي؟ السنباطي راه كان من اكبر الملحنين العرب ديك الوقيته، راه كان كيلحن يمكن ام كلثوم، لحن جوبونس الورده الجزائريه، عبد الحليم حافظ، كان فهمتي ملحن واعر. انت ملي غتسمع داك الراب ديال المورفين غيجيك داك البلان في شكل بحال الدمياطي فوق تقاسيم السنباطي، بحال كتسمع الكلمات او دوك التميمات ديال الدمياطي فوق شي تقاسيم ديال العود ديال شي لحن ديال السنباطي. ناري 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 واضح هيك صح. الماتيماتيك كنغني الطيوري وفي حياتي البراتيك، هذه يعني باينه دايره فايت قايله في واحد التراك اخر. ديما تيجبد الماتيماتيك، يمكن واش عنده شي باركور سكولير شحال هادي كان داي سيونس مات ا ولا سيونس مات بي او ولا شي بلان بحال هكا. نكمل. كنغني الطيوري وفي حياتي البراتيك، يعني واخا هادشي اللي تنقول لك انا، اما في الحياه راه كي زعما بحال اللعيبه اللي قال يا ظالم يا مظلوم ما كنتسناش السما باش نعيش او ولا شي بلان بحال هكا، فهمتي؟ انه تيخدم وتيتقاتل مهما كانت الظروف، لان هذه هي الحياه، فهمتي؟ اللعبه مصايبه في حالك. نكملوا. باكو اوريجينال بحال الطاكو في المكسيك، عارف البلاد انوريكسيك، الراب ناقصو الليكسيك، زاكي في مالاكا تاكا ضربو لو ستاتيو، المورفين حماقة بلاكا رجع لي فونت ستاتي وديما فوق. اسمع الطرا اللعيبة هادي، كيقول الله يرحم باكو اوريجينال بحال الطاكو في المكسيك. شكون هو باكو؟ واش كيدوي على باكو ديال لوتشيا الجيتاريست الاسباني، فهمتيني؟ او لا كيدوي على باكو ديال الناس الغيوان، ولا شكون هو باكو هذا اللي تيدوي عليه؟ اوريجينال بحال الطاكو في المكسيك.
انا تنظن واقيلا تيدوي على شي باكو مغربي، حيت كان شي واحد ما عرفت شنو سميتو داك تيقولوا ليه على الباكو ولا ما عرفتش، ولا كيدوي على شي باكو كويري عنده شي علاقة بالكورة. لا المهم الله يرحم باكو اوريجينال بحال الطاكو في المكسيك، راه جو بونس كيدوي على شي باكو المغربي يمكن. نهار في البلاد انوريكسيك، عرفت كيفاش نهار في البلاد انوريكسيك؟ فهمتي كدوز نهار في البلاد يعني انوريكسيك بحال المرضي ديال الانوريكسيا، ان الانسان كتكون فيه الانوريكسيا راه الدراري تتمص تولي هيكل عظمي. فهمتي نهار في المغرب عبارة فهمتي كدوزهم يعني مقودة على كيف ما تنقول، زعما بالنسبة للناس لي جون اللي مازال ما لقاوش خدمة او لا شي حاجة بحال هكا، بارفو راه الانسان تيتشحك. حتى حنا راه تحكينا وبزاف اللعيبات عادي، الانسان كدوز عليه واحد الازمة خاصو يتعلم وينوض يقلب على راسو وهادي فهمتي، حيت شحال قد والديك ما يعطيوك وشحال قد فهمتي انسان يقلب على هانية وما ترضى بالقليل، من بعد غادي حاول تانفيستي في راسك وتطور المهارات ديالك وان شاء الله راه غيكون على خير، وماشي بدير في راسك ضروري غادي دير العقار. شوف غنبقاو عليكم بهذيك الربح السريع وهاد البلانات فهمتي، ماشي ضروري غادي دير العقار، ماشي كاع الناس غادي يديروا العقار فهمتي، ممكن واحد في الألف يقدر يسهل عليه الله والشي الآخر يبقى عادي فهمتي. المهم هو أنك تكون مرتاح في حياتك فهمتي، ماشي هو الفلوس، تقدر تكون عندك فلوس ومبرزط ودابا أنت ما عندكش الفلوس ومبرزط فهمتي، اللهم عادي فهمتيني الإنسان يدوز باش ما كان. ما تدوي فيا ما ندوي فيك في الكلاش نابريسي. الدراري راه قال لكم الزاكي في مالاكا طاكا ضربوا له ستاشي، يعني الزاكي راه طاكا يمكن غير في مالاكا كان حارس داروا ليه ستاشي، يعني تيقارن راسو فهمتي بحال داك البلان وانا في المغرب اللي حاط هو هذا كامل ما دايرينش ليا ستاشي في ميدلت، يعني المورفين خصهم يديروا ليه ستاشي في ميدلت بحال السبع ديال الافران فهمتي، ويبقاو يمشيو يزوروا لي فان ديالو واللعيبات. طاحت بحال لا يلاه كلاب بنادم شي بروفوديل واخا نهار في البلاد انوريكسيك الدراري، نهار في البلاد الاخوان راه انوريكسيك، وتيقول لك الراب ناقصو الليكسيك، الراب ناقصو بزاف الليكسيك، ها الليكسيك ديال هذا اللي كاين دابا حاليا الدراري، هذا راه فيها الاعشاب، ما فيهش فيها واحد الاعشاب طبيعيه والله ما فيه شي حاجه، غير لقيته في الزنقه وجبته درت فيه دوك الاعشاب الطبيعيه فهمتي. الراب ديال هادشي اللي وريتكم هو اللي كثر دابا بزاف، هادشي سي فري كثرت في الزنقه بزاف واللعيبات، ولكن حاولوا تعرفوا كيفاش تريتيو لي سوجي ديالكم، ماشي اوركود 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 فهمتي. المورفين حماقه بلاكه في وجه لي فانز تاتي، المورفين حماقة بلاكة في وجه لي فان ستاتي، يا على بلا انا صح كيف يفهموش لي فان ديال ستاتي ما يفهموش المورفين، بحال دايز عروبي يسمع اسمع المورفو ما فهم والو ديمار الكونغو هذا والله. المورفين راه حافظ على الباترن ديالو في التراك ديال كاكاشي، مورفين ديما خرقو تجين مسخطوه بيل في مرو كونجي تجي تيقول لك نشطح لك الزنطيط بحال يلاه كلا بنادم شي كروكوديل، ماشي انت نشطح لك الزنطيط بحال يلاه شي كروكوديل كلا بنادم، ناري شوف كيلعبها وجات واعره الصح، يعني كتعرفوا ديك يمكن شي دير كروكوديل هذيك اللعيبه باش يهضم ولا شي بلان بحال هكا، ماشي الدوره ديال الكروكوديل، لا يمكن شاف هذاك الريل ديال داك الكروكوديل اللي كيشطح باللعيبه، كيقول لك واخا نشد لانتريت المورفو خرقو تجين، يعني واخا غادي نكبروا اللعيبات غادي نبقى في الراب وفي الدومين ونبقى الكتابه والقواعد مسخوطو هبيل صودا والضجيج على الطاجين عينيز على الطاجين فهمتي، الناس راكم عارفين الضجيج على الطاجين بنادم حماقه الاحمر في نيجاتيف كوداك انا تيقول لك عيني طلعوا بالاحمر في نيجاتيف كوداك، يمكن شي مره النيجاتيف يمكن لي زاباري القدام كان فيهم هذاك البلان ديال الفيلم، كتشري الفيلم وكديرو فيهم وتبقى عندك داك النيجاتيف، يمكن شي مره حل النيجاتيف فري الا كنتي كتشوف فيه كيبانوا لك تصاور صغار بعض المرات، ولا تصور بشي اباري فوتو وعينيه طلعوا حمرين حيت مبوق فهمتي. هاد اللعيبه هادي هو البلان ديال شريو سليب زرق رامات كونان، عاوتاني تيجي هنا وتيقول لك ما مصاوبش بالجيلاتين كونان، جيلاتين كونان الله ينجينا من كوما لي زابي سي دي الراب اللي بغاني، هاد لي زابي سي دي الراب اللي بغاني يجيب داك المميسات، لي زابي سي دي الراب هما الف باء جيم الرئيس زعما الاباجديات ديال الراب،
قريب القحاب الا كاسي فيه التراب راح تمشي تغلط في الحباب. كاسي فيه التراب راح تمشي تغاد. واش كيدوي على داك البلان ديال الغدر داك لو تيم ديال غدر الاصدقاء؟ زعما ملي كتمشي 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 تضرب مريشه او شي لعيبه كتجي عشرانك تيحطوا لك شي حاجه في التراب، او لا في هو كان كيامل انهم غادي يديروا معاه مزيان ويكبوا ليه شي حاجه في الكاس اللي يكون شي حاجه منعشه، ولكن كبوا ليها التراب حيت مشى غلط في الحباب. ريكامين طي فوق في جيك فوق سيدني خوك كونتاكين تي ويلو اللي بغا يقيسني باربارين نروح نقيه وحال فوال بيزني الكسلا غير ما سبوت في القعده تهضر. شتي يقول لك باربارين نروح المهم خوك كونتاكينتي راه كاين واحد الفيلم جو بونس، او هو عنده واحد ما عرفتش شي زعيم ديال شي قبيله في افريقيا او شي بلا، راه كاين واحد الفيلم يمكن سميتو كونتاكينتي واقعا. لا والله ما عقلتش. المهم ويلو اللي بغى يقيسني باين هاد كونتاكينتي كان مقود. الدراري اللي عرف شكون هو هاد كونتاكينتي خليو لينا الشرح ديال هاد السطر ديال كونتاكينتي الله يرحم الوالدين. كونتاكينتي باربارين الروح نقيه كيدوي على راسو تيقول لك باربارين يعني بحال واش باربارين بالمعنى ديال السوفاجي او لا باربارين بالمعنى ديال البربريان الروح النقيه فهمتي؟ ما عرفتش موسيقى المهاكيين ودوك اللعيبه فهمتي داك النقاء والصفاء ديال الروح. وبحال في والت ديزني الكسده غير ماسكوت، هنا شي كلاشي الروابط يمكن فهمتي الكسده غير ماسكوت في القعده هضر ماسكوت. طاحوا الماسكات كليكتي الفنون كليكتو الفنون يمكن تدوي على الكليكه ديالو. فيها ناس اللي تيصايبوا موسيقى، فيها ناس يمكن دي زارتيست. عندنا تخنزيرات كلينتي سود، عندنا تخنزيرات كلينتي سود. كلينتي سود فاش كيشد الكاروش بغيت تخزز شبقى يدير واحد التخزيز تبقى يتخزز، عنده واحد التخزيزه واعره ديك التخنزيره ديالو خطيره ديال كلينتي سود. ميتي الكامون وبلاصت ما تعطس عطيتي الوعود هكا البارود، بلاصت ما تعطس عطيتي الوعود بحال ما يقول لك ميتي الناقصه او ما عرفتش هكا البارود اللي كالقى المود غير كالباتون اللي كال لقى المود يعني بحال اللي ضرب من الطورطه واقيلا على حسب لي بارول الدراري اللي مكتوبين عاوتاني تيقول لك اللي كان لقى المود حيت انا ما تنسمعهاش مزيان هاد اللقطه هنايا. اللي كان لقى المود يعني اللي ضرب من الكعكه لقى المود ديالو راه غير كالباتون فهمتي يمكن الحاس او لا شي بلان بحال هكا. كاين كاسكادور باع الحشيش في كاركاسون في الاداره ركعه واخا هكداك فوق في بيك تيقول لك المورفين كاسكادور باع الحشيش في كاركاسون. كاركاسون الدراري راه مدينه يمكن في فرنسا ولعيبات راه فيها داك السيل ديالها ميديفال فهمتي فيها واحد لي شاطو راه جوبونس كيمشيو لها كيمشيو لها لي توريست تما ولعيبات. كاركاسون راه مدينه في فرنسا واش المورفين شي مره كان في فرنسا حيت كنعرفو الدراري كيمشيو كيخربقو بارفوا. المهم مغاربه تمايا في لافريكا بطارات بغاو لي بوس لي الدين فوق في كيك بلا دري واحد السميات المسلمين فوق هو اللي تيقول فهمتي فيكيك خاصنا مع السياسيين بيستيسيد باش تخدم البيستون جيب فوق فيكيك بلا تلبلات باش تخدم البيستون جيب فهمتي. دابا غير باش تخدم ما فشي خدمه عاديه فهمتي سونتر دابيل او لا تخدم في شي شركه او لا شي بلان بحال هكا او لا ترى في شي لعيبات اللي معروفين بغيت نبدا نجبد اكزومبل ديال لعيبات خاصك ولا خاصك معرفه صافي راه علام والله الا علام 20% في العقل ناقصين وخا عشراني على الخبزة في الحبس ناعسين فوق في بيت 90% في بنات البلاد ناقصين بنات البلاد 90% في العقل ناقصين. والله ما عرفت اخويا انا ما قدرتش نجاوبك على هذا الجواب فهمتي. هذا الجواب هذا ما عرفتش ما نقدرش فهمتي. دابا انا تقدر الا جاوب دابا هذا الجواب ما عرفتش الصراحه تقدر الدريات ما يعجبهمش الحال فهمتي، ولكن انا ما بغيتش ندخل اخويا في اللعيبه. هو كل واحد عنده البوان دو فيو هو البوان دو فيو ديال المورفين فهمتي. واخا عشراني في الحبس على الخبزه ناعسين، ولا واخا عشراني على الخبزه في الحبس ناعسين، شنو هي الخبزه اللي ناعسين عليها عشرانك في الحبس؟ واش هنا بغى يقصد ان كيديروا العاقه فهمتي الخبزه بنادم اللي كان شحال هادي كيدخل الحبس وكيتاجر وسط الحبس ما عرفتش كان داكشي شحال هادي فهمتي شي اللي تيقول المساجين التائبين. خاصك بيروكا باش توقف طاكسي فوق فيكي كلشي زين مراكش خاصك بيروكا باش توقف طاكسي وفي كازا خاصك بيروكا باش توقف طاكسي وفي الرباط
يعني الطاكسي في المغرب كامل ولات خاصك بيروكا باش توقفه. كوستا يا فعطيني اخر وطن. كلمة ما عندي، هل انت مع التطبيق او مع سائقين الطاكسي؟ فهمتي، قول جاوب واحد الا كنتي مع التطبيق، وجاوب بجوج الا كنتي مع اصحاب الطاكسي. خش نسميها نيت شايب ولا ماكسي، عرفتي فوت بيكيت زعما على اوفين، على هذا فوت الاسم. بيكيت اكسترا تاب. وكان هذا هو الريفيو الدراري. كنتمنى يكون عجبكم البلان. فوق فيك غير البدايه ديالو اللي زوينه شويه، فيها دي كلمات شويه مهم، راكم شفتوا النيفو ديالهم، مي الاخر ديال الريفيو زعما شي حاجه عاديه، فهمتي. المهم كان هذا هو البلان. كنتمنى يكون عجبكم، وبيس لكم الاخوان.